وزارة الثقافة تستحدث فضاءات للرواية والشعر والسينما تكون أسبوعية جامعة، هذا ما أكده وزير الثقافة عز الدين مهوبي على هامش الندوة الصحفية التي نظمها المشرف على فضاء الرواية سمير قاسيم اليوم بقصر الثقافة. مبدئيا ستكون هناك ثلاث مواعيد، هناك موعد مع الرواية وسيكون هو اللي ينطلق أولا، وسيلحق بموعد مع الشعر وموعد مع السينما. هذه المواعيد كلها مواعيد دورية تناقش هموم الرواية وهموم الشعر وهموم السينما. سمير قاسم من جهته قال إن رهان الفضاء هو مناقشة التجارب السردية الجزائرية والبحث عن مناطق العلة التي جعلت الرواية الجزائرية تتذيل التواجد العربي والتتويج العالمي. عندي قائمة تتجاوز 156 يعني كاتب ومشتغل في حقل الرواية، هذا بالنسبة للجزائر. نريد أن نعالج في هذه اللقاءات مسألة الرواية الجزائرية، هل حقيقة أنها بخير؟ أولاً إن لم تكن بخير، ما هي المشاكل التي يعني تعاني منها الرواية الجزائرية بحيث تغيب عن معظم الاستحقاقات السردية في العالم وفي العالم العربي؟ الفضاء سيستضيف عدة أسماء عربية وعالمية يضيف قاسمي. جوكوندا بيري أيضا وافقت، كان لي حديث معها وترجم، كان يترجم لي الروائي والمترجم المعروف أحمد عبد اللطيف. أيضا علي المقري الكاتب اليمني الذي الآن يعني يعيش في فرنسا، صنع الله إبراهيم يفترض أن يكون حاضرا معنا إن شاء الله في شهر أبريل، بن سالم حميش، أحمد عبد اللطيف، وإسماعيل فهد إسماعيل. لحد الآن يعني الجميع تم يعني أخذ الموافقة المبدئية للمشاركة، لحد الآن فقط بشير مفتي الذي رفض المشاركة لأسباب يعني تخصه ونحترمها كثيرا. صاحب رواية يوم رائع للموت قال إن المواقف الشخصية لن تؤثر على الأسماء التي يتم دعوتها، إيمانا يضيف قاسيمي بمسعى الفضاء وهو مناقشة المنتج الروائي وليس الروائي في حد ذاته.